السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معنا فيديو جديد هنشرح فيه عن كيفية تحديث متجر جوجل بلاي او كيفية تنزيل متجر جوجل بلاي. طيب الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. نبدأ الاول بالطريقة بتاعة التحديث متجر جوجل بلاي. اول حاجة طبعا قبل ما اخش في الشرح ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش لايك الفيديو وما تنساش كومنت في التعليقات، تمام؟ ولو في اي حاجة وقفت معاك اكتب لي كومنت برضو في التعليقات على المشكلة اللي انت بتعاني منها وانا هحلها معاك. هتخش بالشكل دوت على الضبط عشان بس نتأكد من متجر جوجل بلاي. بعد كده هتتجه لأسفل وتضغط على التطبيقات بالشكل دوت. جميل جدا. هتنتظر لحظات بسيطة. في ناس في التعليقات عندي كاتبالي اني مش لاقيين بعض التطبيقات بتاعتنا او مش موجودة التطبيقات بشكل كامل او متجر جوجل بلاي. عشان اتأكد ان انا موجود عندي ايه او مش موجود عندي ايه، في مكتوب عندي كل التطبيقات في سهم جنب منها، فانا بضغط على السهم دوت بالشكل دوت، تمام؟ ظهر لي خانتين، الخانتين دولت مكتوب تم التفعيل وتم الغاء التفعيل، فانا بضغط على تم التفعيل هتظهر معايا نص البرامج اللي انا مفعلها او اللي هي تم التفعيل على الجهاز بتاعي. طيب والبعض الاخر اللي هي تم الغاء التفعيل بتاعتها، تمام، ديت برضو هتبقى برامج مختلفة عن البرامج التانية. فانت عشان تتأكد ان هي موجودة البرنامج بتاعك اللي هو متجر جوجل بلاي موجود او لا، فانت لازم تتأكد وتخش على تحميل الكل او كل التطبيقات بالشكل دوت، تمام. في الحالة ديت انت هتدور في الخانتين، تمام، لو ما ضغطتش على كل التطبيقات. فانا هنا هضغط على كل التطبيقات بالشكل دوت. جميل جدا. بعد كده هتجه للاسفل. جميل جدا. اتجه للاسفل بالشكل دوت وهضغط على متجر جوجل بلاي بالشكل دوت. سليم لحد كده. هتجه للاسفل وهلاحظ تحت خالص مكتوب الاصدار بتاعي بتاع المتجر جوجل بلاي، هو دوت اللي انا عايزه من كل دوت، تمام، دوت للتحديث. تعال بقى نعرف هننزل التطبيق ازاي للناس اللي هي اصلا ما عندهاش متجر جوجل بلاي على التليفون وعايزين ان هم ينزلوا متجر جوجل بلاي على الهاتف بتاعهم الاندرويد. هتتجه الصفحة الرئيسية بتاعتك عادي خالص جدا. بعد كده هتكتب هنا في قلب جوجل